أكد القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة تراها سهلة أن اختيار المكيف يجب أن يتناسب مع حجم الغرفة، مما يساعد على التوفير، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة. كما أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام تطبيق تأكد، وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية. وتأتي حملة تراها سهلة ضمن الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، حيث يأمل القائمون على هذا البرنامج من خلال الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا في الاستوديو رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس حكم زمو. أهلا وسهلا فيك أستاذ حكم. بداية أستاذ حكم، ما تحدثنا والمشاهدين عن حملة تراها سهلة والتي تأتي ضمن جهود عدة يعني تبذلها عدة جهات حكومية للعمل كمنظومة واحدة، تفضل. طبعا زي ما تفضلت، البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة انطلق في 2012 وقاد عدة حملات توعوية من ذاك الوقت، مثل حملة تبقى، حملة شوري عليك. الحملات هذه تهدف إلى زيادة الوعي لدى المستهلك بأهمية كفاءة الطاقة ورفع الكفاءة واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية واستخدام الجهاز بطريقة مثلى وهلم جرة. طبعا جت الحملة تراها سهلة قبل قدوم الصيف لتسليط الضوء أكثر على أجهزة التكييف، لأن أجهزة التكييف هي الأجهزة الأكثر استهلاكا في المبنى مثل ما أنتم عارفين، والجهاز اللي ممكن إذا يعني تحكمنا في طريقة الاستهلاك والاستهلاك بشكل سوي وبشكل جيد ممكن يوفر علينا أشياء كبيرة في فاتورة الكهرباء إن شاء الله. نعم أستاذ حكم، يمكن ذكرت أنه هو التكييف الأكثر يعني استخدام ربما لدخول فصل الصيف أو المعاناة يعني أحيانا في فصل الصيف، لكن هناك مثلا ما يذكر أن تنظيف الفلتر يعني المشاهدين أحيانا بيحتاجوا خطوات بسيطة لترشيد الاستهلاك، هل تنظيف الفلتر فعلا مرة كل أسبوعين بيساعد من التقليل من استهلاك الطاقة؟ نعم طبعا زي ما قلنا التكييف هو أكثر أجهزة استهلاكا، يعني تقريبا يستهلك أكثر من 50% من استهلاك الكهرباء في المنازل، وهذا طبعا بسبب فترة الصيف، يعني في الشتاء لو نلاحظ فواتيرنا عادة تكون مقبولة، لكن في الصيف الفواتير تزيد، وهذا بسبب الاستهلاك الكبير للمكيفات، يعني بعض المكيفات تشتغل في بعض البيوت أكثر من 10 ساعات في اليوم، طبعا بسبب الجو، يعني ما نلوم الناس. فعشان كذا تراها سهلة تعطي يعني خطوات عملية لمحاولة التقليل أو الاستهلاك بشكل جيد من المكيف. طبعا الرسالة الأولى أنه قبل شراء المكيف أنك تشتري مكيف ذا الكفاءة الأعلى أو المستويات الأعلى، الآن لأنه حولنا من مستويات إلى نجوم فصار مستويات، فيعني ننصح الأخ المستمع المشاهد إلى أن يحرص على شراء المكيف الأكثر كفاءة. هل الأكثر كفاءة هو الأكثر سعرا أيضا؟ لا مو بشرط، غير مرتبط بالسعر. السعر غالبا يعني احنا سوينا حملات كثير على الأسواق وشفنا يعني سوينا دراسات على ارتباط السعر بالجودة أو بالكفاءة. السعر ما له علاقة، يعني قد يكون مكيف أعلى من مكيف سعرا لكن بسبب ريموت كنترول، بسبب شاشة ديجيتال، بسبب بلازما، بسبب يعني أكسسوارز وأشياء تضاف للمكيفات أو للأجهزة بصفة عامة. يعني مرة شفنا الثلاجات على سبيل المثال، ثلاجة نفس الثلاجة الثانية بس عشان هذه لونها غير أبيض، يعني دائما هل الألوان أحيانا أيوة بتفرق. تخيل للدرجة هذه، يعني يقول لك اللون الأبيض أقل سعر في الثلاجات، لو كان احمر او جراي او واتيفر او عليه بعض الرسومات، يعني في بعض الان الثلاجات عليها بعض الرسومات نعم. يكون سعرها اغلى من الثلاجه ذات اللون، لكن في الاستهلاك ما بتتدخل. لا طبعا ما له علاقه، لانك ذكرت انت ريموت كنترول، يعني هل هو بيتدخل كمان في الاستهلاك؟ لا ما له علاقه، يعني نعم. مثلا ممكن يكون ريموت كنترول، بلازما، يعني فلاتر بلازما مثلا، شاشه نعم. مدري ال سي دي مدري ايش، يعني اشياء اضافيه في المكيف تزيد من سعره، او المصنع يتلاعب مثلا انه والله يغري المشتري انه والله هذا المكيف مواصفات اعلى، يعني انا مواصفات سهله، يعني انت اضفت لي بعض الاضافات البسيطه ويزيد السعر بسبب هالاضافات هذه، والمستهلك اعتقد انه هذه الاضافه بسبب الكفاءه. لا قد قلت لك نجد مكيف عادي ذو كفاءه اعلى أقل سعراً من مكيف ثاني في الأكسسوارز هذه. نعم طيب أستاذ حكم، كيف أعرف أنا كمستهلك رايح أشتري مثلاً جهاز تبريد، مكيف أو حتى ثلاجة كما أنت ذكرت، كيف أعرف أنا أي فيهم الأفضل؟
بغض النظر عن الاكسسوارز اللي احنا تكلمنا فيها. طبعا هذا دور بطاقه كفاءه الطاقه. نعم. بطاقه كفاءه الطاقه فيها جميع المعلومات اللي تفيد المستهلك بمعرفه الكفاءه، بمعرفه جهه الاصدار والمجره. يعني لو اخذنا على السريع، اول شيء فيها جهه الاصدار اللي هي هيئه المواصفات والمقاييس اللي قبل شوي، يعني هي الجهه المعنيه بالسلامه وبالكفاءه وبالامور هذه، شعار الهيئه موجود. كذلك في أيقونة تدل على يعني رمزية المنتج، يعني في الآن حدثنا البطاقة وصارت فيه رمزية للمكيف، مكيف رمزية للثلاجة، يعني رمز يساعد المستهلك بمجرد النظر يعرف إنه هذه البطاقة تخص الجهاز. نقدر إنه إحنا رمزية. نزود الرمزية، ممكن نزود المشاهدين بالرمزية اللي ذكرتها، يعني مثلا كمثال من قلت لك يعني في سمبل يعني شكل مكيف، فخلاص أنت مجرد ما تشوف الشكل هذا أنه تعرف هذا بطاقة مكيف. بالإضافة لذلك حطينا عبارة واضحة أنه هذه بطاقة مكيف هواء. يعني زمان كانت يستدل الناس يعني في البطاقة القديمة باللون، يعني يقول لك البطاقة اللي كان لونها أحمر أو أصفر تدل على كذا. الآن لا، حطينا هذا مكيف هواء، ثلاجة، غسالة، لمبة، مجرة. يعني في رمزية وفي كتابة. يعني طبعا الرمزية يمكن تفيد الناس اللي مثلا كبار السن اللي ما يقدر يقرأ أو ما عنده يعني تعليم، اللي عنده تعليم مكتوبة بصريح العبارة. صحيح. أنتم بتحاولوا أنكم أنتم تساعدوا المستهلك. نعم. أنه هو يوصل لأبسط المعلومات عن طريق. صحيح. المعلومات اللي هي موجودة على كل. نعم. وكذلك. نعم. المستويات ملونة بألوان، يعني حتى لو ما تعرف أنه والله الألف هي الأفضل، الألوان موجودة بأخضر وأصفر وأحمر، فالألوان تدل لك دائما، يعني الأخضر يقول لك الأفضل دائما يعني. نعم. طيب أستاذ حكم، يعني وسط كل هذه يعني الألوان والتسهيلات اليوم اللي بتطرحها الجهة على أساس أنها هي تسهل للمستهلك الوصول للجهاز اللي هو بيقدر يستفيد منه، هل تلاقوا اليوم في تفاعل مع المجتمع؟ فعلا بيقرأ المجتمع، بيدخل المستهلك، ولا بتلاقوا لسه المشاكل موجودة أنه هو فعلا يعني ما قدر أنه هو يوصل للجهاز اللي هو يبغاه، وبيعتمد على البياع كيف ما بيغري أو بيوجهه حسب الأفضل وحسب الأغلى؟ طبعا صحيح، في تفاعل من الأخوة يعني المشاهدين والمستمعين. طبعا البطاقة برضو يعني عشان التفاعل يكون ممتاز فيها بيانات كيو آر كود، هذا يقدر عن طريق أي جوال يقرأ المعلومات اللي في البطاقة ويتأكد منها أنها سليمة ولا لا. بالإضافة لذلك سوينا تطبيق تأكد، هذا التطبيق تأكد تقدر تمسح الباركود ويعطيك البيانات كاملة عن الجهاز إذا كانت مخالفة على ما هو موجود في الجهاز. قبل الشراء. قبل الشراء يعني الآن. ممتاز. مجرد ما التطبيق تأكد تفتح على التطبيق وتسوي مسح للقارئ الآلي هذا كيو آر كود يطلع لك البيانات. إذا كان في أي مشكلة في البيانات، مثلا والله قال لك إن الجهاز هذا الليفل حقه دي مثلا على سبيل المثال، مستوى دي دال وجيم، وبعدين لما سويت المسح وطلع مستوى مثلا زا أو ها، معناها في غش على طول. تقدر من تطبيق تأكد تروحي على بلاغ تجاري وتسوي بلاغ لوزارة التجارة بأن هذا المنتج مغشوش أو في يعني محاولة غش أو مسألة غش، ويعني في لينك بين التطبيق تأكد والتطبيق بلاغ التجاري، وتسوي بلاغ تجاري وتحط بيانات المتجر اللي حصل فيه الغش هذا، ووزارة التجارة تباشر العملية هذه وتتأكد. نعم. من فيعني هذا تول أو وسيلة يعني جيدة أن تعطي المستهلك وسيلة للتأكد من صحة البطاقة، من سلامة ومن سلامتها ومن سلامة البيانات، وأن البيانات صحيحة وأنه ما في أي غش. نعم. ولو صار غش قلت لك على طول البلاغ التجاري تتخذ فيه الإجراءات اللي يعني النظامية وزارة التجارة، يعني جميع الخطوات موجودة ابتداء. نعم. من عملية التأكد حتى البلاغ إذا كان فعلا هو مش مطابق. أيوة. لنفس. نعم. المواصفات. والوزارة التجارة. نعم. يعني في حالات كثيرة سمعناها أنه راحت فعلا تأكدت واكتشفت أنه في يعني عملت غش وصادرت الكميات وأخذت يعني الأمور النظامية ضد يعني سواء بالغرامات. نعم. أو بمصادرة الكميات أو إتلافها. فيعني الحمد لله الحملات مستمرة وموجودة وجهود الوزارات موجودة. صحيح. في يعني من ناحية حتى المستهلك وسلامة المحتوى. قطاع المباني أستاذ حكم من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية يعتبر، كيف يمكننا التقليل من هذا الاستهلاك في قطاع المباني تحديدا؟ نعم. المباني السكنية. وخلينا أعرج على نقطة يعني سابقة. تفضل. أن كذلك مو بس البلاغ تأكد وتطبيق يعني البلاغ وتطبيق تأكد، لا، في حملات برضو تقوم بها الجهات المعنية زي وزارة التجارة وهيئة المواصفات والجمارك السعودية بأخذ عينات عشوائية سواء من إرساليات أو شراء عينات من السوق وفحصها على حساب يعني الحكومة
واذا كان في اي يعني ثبت اي خلل في المنتجات تتخذ عليها الاجراءات النظاميه. فالحمد لله في منظومه متكامله من الرقابه ومن والحمد لله يعني يمكن سمعتوا الارقام اللي قبل كذا، يعني صدرت كميات كبيره اكثر من مليون منتج من مكيفات وغسالات وثلاجات ومنتجات اناره ومنتجات عزل حراري. فهذا الحمد لله يعطي يعني تاكيد وجهد يعني واستمراريه من قبل الوزارات الوزارات المعنيه والمالية فعلا ان تتاكد ان وجود المنتج السليم، وجود المنتج ذو كفاءه عاليه، وجود المنتج اللي ما فيه اي لا غش ولا ضرر. نعم. بالنسبه للمباني زي ما تفضلت، المباني اللي تستهلك اكثر من 70% من استهلاك الطاقه في المملكه، وهذا يعني استهلاك كبير عاده يعني مقارنه ببعض الدول. لكن احنا زي ما قلت لك حريصين انه نعطي الاخ المستمع او المشاهد جهاز كفؤ، سواء على ثلاجات، غسالات، مكيفات، إنارة. الآن حتى السخانات الكهربية دخلت يعني لها مواصفة ولها بطاقة، الإنارة بجميع أنواعها دخلت حيز التنفيذ. فالحمد لله يعني من جهتنا نحاول نوفر الجهاز الكفؤ في السوق بحيث أنه يساعد المواطن والمشتري أنه يوفر فيه فواتير إن شاء الله. نعم أستاذ حكم، يعني التوفير من عندكم، يعني نقول أنكم أنتم قايمين بكل واجباتكم اتجاه المواطن أو المستهلك، لكن أنت بتحكي عن 70%، يعني تعتبر نسبة كبيرة ما هي بسيطة، ما تبقى منها من 100 غير 30 تقريبا. طيب 70%، هل أنت تشوف باعتقادك أو باعتقاد المسؤولين في هذه الوزارات أنه عندنا مشكلة مثلا في قلة الوعي من ناحية تقليل مثلا من الاستهلاك أو حتى اختيار الأجهزة المناسبة؟ يعني كيف جات النسبة 70%؟ طبعا 70% يعني بس للتوضيح، 70% تشمل جميع كافة المباني بما فيها المباني الحكومية والتجارية والسكنية. ما نتكلم عن السكني، مش بس السكني. ايوه مش بس السكني، كويس يعني انك انت وضحت. ايوه يعني مقارنة يعني بالقطاعات الاخرى. ف 70% استهلاك كبير انا بلا شك، لكن وجود الاجهزة ذات الكفاءة، وجود الوعي لدى المستهلك انه والله استخدم المكيف بشكل جيد، استخدم الثلاجة، الغسالة، يعني بصفة عامة بشكل جيد وبشكل يعني مرشد، هذا بيسبب الى تقليل الفواتير، يعني سواء على جيب المواطن يعني انديفيدوال او على استهلاك القطاع بصفه عامه على مستوى الدوله. نعم. يعني وزاد الوعي حتى الجهات الحكوميه الان، لا يعني في برامج لترشيد السلاك في الجهات الحكوميه، في شركه وطنيه لخدمات الطاقه انشات شركه حكوميه هدفها الرئيسي اعاده تاهيل المباني الحكوميه واعاده ففي جهود يعني سواء على مستوى الحكومه الجهات الحكوميه او على جهود الافراد انه اعطائهم الوسيله المناسبه للترشيد ولا الجهاز المناسب والمرشد ان شاء الله. نعم بالتاكيد. استاذ حكم، رساله اخيره تسعى لايصالها للمستهلك والمشاهد ايضا؟ طبعا رساله اخيره الحرص على يعني اقتناء الجهاز الجيد والجهاز ذات الكفاءة العالية، كذلك أخذ المعلومة الصحيحة من مصدرها. يعني الحمد لله يعني احنا عندنا قنواتنا المعروفة لدى الناس، يعني ونتمنى من الجميع إذا عنده أي استفسار أو أي سؤال أو أي يعني أو قرأ عن خبر معين أو سمع فيديو معين يجي للجهة ذات الاختصاص ويسألها، يعني ما يأخذ المعلومة من ناس قد ما يكون عندهم دراية بالأمور الفنية. صحيح. بشكل جيد، أو ما يكون عندهم دراية يعني أو لبس في بعض المفاهيم. يعني ننصح الأخوة المستمعين أنه يجوا لمركز سعودية كفاءة الطاقة، وإحنا يعني أبوابنا مفتوحة وقنواتنا مفتوحة، ويسألوا إحنا على تم استعداد على الموقع أستاذ. نعم طاقة أندرسكور. نعم ممتاز. إذن يعني جهود مشكورة بالتأكيد أستاذ حكم زمو، رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة. شكرا لك أستاذ حكم. شكرا يا أختي، الله يبارك.